انا بعترض على الكلمه، على ان هو الست اللي بتستعمل الدموع هي موقف غير ناضج. انا بحس ان الست اللي بتبكي هي ست ذكيه جدا وقويه جدا وقادره ان هي توصل. دي بص يا جماعه، ممتازة جدا، وات ايفر، بس انا خلينا خليني بس اني اخرج اوصل منها. النقطه اللي انا عايزه اتفضلي. اقولها. احنا طالما في العلاقة بين الرجل والست دايما هي علاقة فيها هات وخد، فيها طرفين وفيها شد وجذب، احنا كستات اتعلمنا دايما ان احنا نحاول نظبط امورنا ازاي نخش من طريق هو مش متوقعه. عمر ما كان ان انا استعمل دموعي ده ضعف، يعني انا ما بشوفش، بشوف ان الست اللي بتستعمل دموعها هي قمه الذكاء، لان هي عارفه تلون من مشاعرها وتخرج وتطلع، غير الست القويه اللي طول الوقت هي ثابته نفسها مش عارفه تنزل دموع. هي اوقات كتيره جدا بسبب التنافسيه اللي بيني وبين الراجل ممكن اخسر في الحوار لمجرد ان انا ما كنتش بالذكاء اللي في وقت معين في الحوار اقوم منزله الدمعه، فيقوم هو جاي يقول لي ايه، ايه ده انت بتعيطي، طب حقك عليا، خلصت، أنا كسبت طب من المباراة كتر من بقى ما أولها. انت لكن بتستخدمي السلاح ده، رغم اعتراضي على كلمة سلاح دي لازم تتغير. ما هي احنا قايلين ثواني الموضوع. بس، لو انت بتستخدمي ده وبطل يجيب نتيجة، اولا انا مش يعني انا ضد، لا، في يبقى نتكلم في نقطة بس ايه انا بقى؟ عايزة اقول حاجة. تكرار استعمال الدموع لكسب المعارك ده اللي ممكن يعرض الستات كتير مع للخطر. التحفظ على المعارك، مش المفروض يعني ان يبقى في سلاح ولا معركة ولا صراع، ولكن في ستات، ده انا هستثنيهم من الحوار، في ستات طبيعتهم عندهم حساسيه ومرهفين الحس اه بشكل طبعا، كبير في جدا، طبعا، اللي هو في الفرح بيعيطوا، في الحنان بيعيطوا، في الحب بيعيطوا، في الحزن بيعيطوا، ممكن انا في كنت الانفعالات، في الانفعالات اي بيعيطوا. انفعالات انا ممكن ممكن يعيطوا. ابقى انا شخصيه قريبه من كده، لكن اللي هو بتستخدم العياط ما انا قلت لك لكسب شيء ما، ده منتهى الضعف ومنتهى مش الطفولة منتهى وعدم النضج. الضعف، هي منتهى الذكاء، ولكن نحذر ان احنا نتكشف. بمعنى انا ممكن اجربها مرة، كل 6 اشهر اتخانق لي مرة وعشان خاطر اخد اللي انا عايزاه اقوم منزلة الدمعة. لكن لو في ما ستات عادش كتير، هو هيتأثر اه لو لو انت بدموعك، لو انت هتعملي ايه؟ تعاملتي مع الموضوع كل مره يبقى في مشكله او عايزه حاجه تبقي تعيطي له، لا، الراجل هنا هيبقى عارف خلاص ان انت، هيسموكي بالعربي كده زنانه، زنانة معيطيه، زنانة عيوطه، منانة. ايوه، اللي هي انت هتاخدي شكل تاني او هو هيتعامل معاكي بشكل ان دي زنانه وانا مش هخش معاها في حوار، غير لما يطبطب عليكي بجد لانه اقتنع ان الدموع دي حقيقيه. واحنا هنا عندنا من الذكاء الكافي ان نقدر نلعب اللعبه دي، مش كتير ولكن لما نبقى محتاجين.